لو جورج أورويل اللي كتب رواية 1984 كان عايش لغاية دلوقتي وشاف عصر السيسي، كان زمانه لم ملايين من تعويضات قضية حقوق الملكية الفكرية اللي هرفعه على مصر، اللي بيطبق كل سطر كتبه في روايته على أرض الواقع من غير ما تستأذنه ولا تكتب منقول حتى. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ سنة 1949 صدرت رواية 1984 للكاتب جورج أورويل. الرواية دي من أهم الروايات اللي اتكلمت عن القمع والسلطوية والسيطرة على الشعوب بالقمع والكذب والتزييف عن طريق سلطة الأخ الأكبر ووزارات الحقيقة والسلام اللي بيزوروا الحاضر والماضي وبيحطوا الشعب تحت المراقبة الكاملة. السلطة في الرواية الشهيرة دي هي اللي بتسيطر على الشعب وهي اللي عارفة مصلحته، وموضوع المصلحة ده بالتحديد بيفكرنا بدولة السيسي في مصر حاليا، واللي مش بس عارفة مصلحة المواطن، دي مش عتقاها من الصب ليل ونهار. بس الروايات دي بقى عدم الا مؤاخذة بتاعت العالم التوتو، انما احنا مش فاضيين للقراية والكتابة والكلام الفارغ ده، وما عندناش وقت نقرا عن السلطوية، احنا بالصلاة على النبي بنخش نتسلط على الشعب على طول، واللي بيعمله السيسي لا هيقدر عليه اخ كبير ولا جد كبير حتى، ولو جورج أورويل نفسه عايش معانا وشاف اللي بيحصل فينا كان هيكتشف ان الاخ الكبير ده طيب جدا، وكان هيروح يبوس ايده ويعتذر له. والله عندك ايه بقى انت عم أورويل في الرواية بتاعتك؟ قمع، ديكتاتورية، مراقبة شعب، تزييف حقائق، كذب طول الوقت على الناس، خلق حروب وهمية وفزعات تخوف الناس، كل ده موجود عندنا ومرطرط في مخازن القوات المسلحة الحمد لله، والمخزون ده يكفي البلد 200 سنة رئاسية للسيسي، لحد ما فترات الرئاسة نفسها تعجز وتتشل وتدخل دار المسنين، والسيسي هيفضل مكمل عادي بعدها معانا يعني. والحقيقة إن السيسي بعد ما عمل واحدة من أكبر المجازر الجماعية في التاريخ الحديث، وقتل حوالي 1000 معتصم سلمي في رابعة والنهضة، قال خلاص بقى أنا بقيت مجرم وقاتل أهو قد الدنيا، أبدأ أتفرغ بقى للناس اللي لسه عايشين دول وأفشخهم براحتي، ومشي على نفس خطى الطريقة الأورويلية، بس بالتاتش بتاعه وبالتجويد اللي ما جاش حتى في خيال أورويل ذات نفسه. لو جينا مثلا لموضوع تزييف الحقائق ده اللي بتقوم بيه في الروايه وزاره الحقيقه واللي كان دورها نشر الاكاذيب وتزوير التاريخ والوثائق لصالح السلطه، هنلاقي ان الموازي ليها وبيقوم بنفس دورها ويمكن اكتر في عصر السيسي هو الاعلام اللي بقى بيخضع لسلطه السيسي واللي بقى ملك ليه والاجهزه مخابراته بتحكمه في كل حاجه فيه، وبقى خلاص مفيش خبر ولا كلمه ولا فقره اعلانيه حتى بتطلع الا تحت اشراف ورقابه نظام السيسي اللي اشترى كل الاعلاميين وكل القنوات وكل المواقع. وبعد كده قال ما هو مش معقول نشتري كل المواقع كده، مش منظر برضو يعني، الناس تقول علينا ايه، ما عندناش ريحه الديمقراطيه خالص كده لا سمح الله. فقرروا يسيبوا شويه مواقع من غير ما يشتروها عشان سمعتنا بس، وقاموا حاجبينها خالص وقفلوها عادي. وحاليا كل الاعلام مالوش سيره الا السيسي وانجازات السيسي وعبقريه السيسي ومشاريع السيسي والسعد والهنا اللي البلد هتشوفه على ايد السيسي. يعني فاضل بس السيسي يطلع من التلفزيون يقعد يتفرج على نفسه مع المواطن، وبقى المواطن البسيط الغلبان يا عيني قاعد قدام التلفزيون مش فاهم اي حاجه، القنوات عماله تهلل وتزغرط كل ما السيسي يفتتح كوبري ويقولوا ان البلد ازمتها الاقتصاديه هتتحل. طب هتتحل ازاي يعني؟ هو انا لو عديت من فوق الكوبري هلاقي فلوس الناحيه التانية مثلا وهغتني؟ ولا الكباري دي بتتاكل فلما جوع انا وعيالي زي ما احنا جعانين كده هروح اخد حته من الكوبري ونتعشى بيها ولا ايه بالظبط؟ القنوات تقول ان الاقتصاد بيتحسن والمواطن بيشحت، السيسي يتسقف له وهو عمال يفتتح في مشاريع، والمواطن يجي يفتح الثلاجه يلاقيها فاضيه، والمفروض ان المواطن يصدق اللي بيتقال في القنوات وما يصدقش اللي هو شايفه بعينه، ويسمع الكلام اللي بيقول ان البلد بتتقدم وما يسمعش عصافير بطنه اللي بتصوصه من الجوع. وبقى الاعلام عباره عن سيسي بس مكررينه في اوضاع مختلفه عشان الناس متزهقش. يعني سيسي بيقص شريط مشروع، سيسي بيخطب، سيسي بيلعب بلاي ستيشن مع العيال في العيد، سيسي بيلف بالعجله، يعني ناقص بس نشوفه هو في الحمام بيشد السيفون عشان يبقى يوم السيسي المفتوح كمل. بس للامانه الاعلام مش بس بيتكلم عن السيسي وبيمدحه وبيمجد في مشروعاته وبيكبر انجازاته اللي ما تتشافش بالعين المجرده، الاعلام ليه دور تاني برضه، وهو انه يبسك على اي حد يقول كلمه ضد السيسي ودولته ويهجم عليه ويشيطنه ويتهمه بكل الاتهامات اللي تم اكتشافها منذ بدء الخليقه، عشان لو اتهام منهم ما نفعش الباقيين يشتغلوا على طول. يعني اي حد يهاجم السيسي مثلا ويتكلم بموضوعيه على انهيار الاقتصاد وعدم جدوى المشاريع او يرفض تعديلات الدستور، ايه الاعلام ساعتها ما يسكتش والدم الزفر بيغلي في عروقه على طول ويقوم رادد بكل شفافيه في نفس الموضوع على اللي بينتقد ويقول عليه انه بتاع نسوان مثلا، واذا ما نفعش ما بيغلبش يقوم قايل عليه انه شاذ، واذا ما مشيتش ما بيسكتش ويقول عليه جاسوس ومخلص فلوسه على الحبر السري وطلع ابن اخت مناحم بيجن، ولو كل ده ما نفعش فعادي جدا يقول انه ممول وانه بياخد من قطر مرتب ومن اردوغان مصروف وفاتحهم على بعض. وطبعا كل ده بيحصل بالتوازي مع اجهزه الامن اللي بتروح تقفش اي حد بينطق ضد السيسي، اللي هو الاعلام بيشتم والشرطه بتقبض وتسجن، كل حاجه مدروسه والشغل متقسم في النقطه دي. اي حاجه تانية بقى ممكن تبقى عشوائيه عادي مش مشكله، انما في تزييف الحقائق وقمع الناس ما عندناش يوم مرحمين. ده بالنسبه للحاضر. طب التاريخ بقى نسيبه من غير تزييف كده عادي والناس ترجع له ويحسوا بالبكابورتات اللي هم عايشين فيها دلوقتي؟ لا طبعا، ودي تيجي كلنا بنشوف حملات الاعلام لتزييف التاريخ
وخلق قصص ملفقة عشان يشوهوا ويشيطنوا أي فصيل معادي أو مناضل. بنشوف تشويه ثورة يناير وشبابها اللي خربوا البلد وباعوها بورك دجاج كنتاكي اللي كانوا بيلاقوا فيها دولارات مش عظم، والأساطير اللي بيألفها مختار نوح والخرباوي عشان يطلعوا الإخوان إرهابيين، وبيقنعونا إن حسن البنا ده في الحقيقة هو أبو لهب بس متنكر. دول وصلوا يا مؤمن للحسين رضي الله عنه وطلعوه غلطان وتسبب في قتل أصحابه لأنه وقف مع الحق، وكان المفروض يقف في طابور الانتخابات عشان يبايع السيسي، لما اخذ قصدي يبايع يزيد بن معاويه. ودلوقتي بيشوهوا احمد خالد توفيق وبيقولوا عليه منافق لمجرد انه كان مع الناس وما كانش بيهلل السيسي مع اللي بيهلل، والدور ده في التشويه واخده مجموعه اعلاميين من اللي لسانهم ما بيبطلش لحس في جزمه الدوله وعلى راسهم البازا فندي. ومن ناحيه تانية حتى تاريخ الفن وتراث ماسبيرو ما سابهوش في حاله واشتروه وبيشيلوه دلوقتي من اليوتيوب عشان يدفنوه في منصه مشفره تابعه للدوله اسمها واتشيت عشان يلغوا ويمسحوا منه اللي هم عاوزينه. ده التزييف اللي بيحصل في تحت رعاية الأخ الكبير عبد الفتاح أورويل السيسي. لو دخلنا بقى على حاجة تانية ظهرت في مقاطعة أوشينيا اللي بتدور فيها أحداث 1984، هنشوف نفس الحرب الوهمية اللي بتخوضها الدولة وفزاعة العدو اللي بتواجهه، الحرب اللي بيبرر بها النظام القمع والطوارئ والإجراءات اللي بتقيد الشعب وبتجوعه وبتفقره. والعدو في دولتنا دلوقتي هو الإرهاب اللي الدولة بتتصداله ولازم كلنا نقف جنبها ونستحمل وما نسألش، وإلا الإرهابي هيدخل عليك بالليل يغتصب مراتك قدامك، وإذا ما لقاهاش هيغتصبك أنت، وإذا ما لقاكمش أنتوا الاتنين هيغتصب مولة السرير. ورغم المليارات اللي الدولة بتصرفها على شراء الأسلحة عشان تواجه الإرهاب، المليارات دي أساسا لو وفرناها وديناها للإرهابيين نفسهم هيمشوا من البلد عادي والله، وجايز يحاربوا الإرهاب مع الدولة أساسا. بنقول رغم المليارات دي والطوارئ والقبض العشوائي فالإرهاب شغال زي الفل، والتفجيرات ماشية في البلد زي السكينة في الحلاوة، والإرهابيين ناقص يفتحوا محلات لبيع الأحزمة الناسفة. الناس بس هي اللي بتدفع ثمن حرب الدولة للإرهاب من حريتها ومن فلوسها، إنما الإرهاب نفسه فمن مصلحة الدولة أصلا إنه يكمل في طريقه عشان تكمل هي قمعها وإجراءاتها بحجة محاربته، هي اللي خلقته وهي المستفيدة من وجوده. وفي دولة 1984 اللي بنعيشها في مصر دلوقتي في فرصة برضو انك تنجو من القمع اللي بيحصل، وممكن تلحق نفسك قبل ما تقلع ملطة وتبيع هدومك عن طريق انك تبيع نفسك وتبقى واحد من اللي حوالين السلطة وبيسقفوا لها وبيهيصوا لها. بس حتى دي درجات، مش اي حد ينفع يبقى ضابط ولا قاضي ولا اعلامي ومنافق ولا رجل اعمال بيدفع الاتاوة للدولة عشان تسيبه يشتغل براحته ويضخم ثروته من السرقة والفساد. ممكن مثلا تحاول تبقى شاب من بتوع مؤتمر الشباب، من اللي بيروحوا بعد المؤتمر بيوتهم وهم عندهم جروح قطعية غائرة في فوفهم من كتر ما اتقطعت من التسقيف لكلام السيسي، وعندهم كسور في الفك من كتر ما بقهم اتفشخ من الضحك على افهاته، او نائب برلمان بيقعد على زرار الموافقه اكتر ما بيقعد على كرسيه. في فرص برضو لبعض الناس ان هم يلحقوا نفسهم، والثمن بسيط يعني انه يبيع نفسه وضميره وكرامته، وده هيتيح له انه يلحس جزم السلطه بدل ما تدوس عليه. بس زي ما قلنا احنا برضو لينا تجويدنا وتاتشاتنا، ما هو مش هنقلد الروايه في كل حاجه يعني، لازم نختلف في حاجات ونعمل احنا حاجات افجر من الروايه بكتير. يعني عندك مثلا في الروايه بيقول بطلها وينستون اللي كان مسؤول عن تصحيح التاريخ اللي هو تزييف وتزوير، ويعني ان الامل في العمال ان هم اللي يغيروا الوضع. احنا بقى عندنا ان شاء الله مفيش امل خالص ومفيش اوضاع هتتغير، هو وضع واحد الدوله راكبه فيه على الشعب وعاجبها ومكمله على كده، والسلطه اسمى وسط الكل ومش مديه فرصه ان حد يتحرك من مكانه اساسا، مش انه يتحرك عشان يعمل تغيير. بس لو والعياذ بالله في امل فهو ان تحصل كارثه كبيره تبلع الكارثه اللي موجوده دلوقتي، او يجي وباء او فيروس بيصيب البلح مثلا فياخد السيسي في سكته ولا حاجه يعني. واذا بصينا للمؤشرات اللي بتحصل دلوقتي في البلد والاوضاع الاقتصاديه السيئه وانهيار العمله وتراكم الديون والعجز في الموازنه ومعدلات الفقر اللي بتزيد، وكل سنه كام مليون بيلموا شنطهم اللي ما بقاش فيها حاجه اساسا وياخدوا نفسهم وبينزلوا تحت خط الفقر، هنعرف ان للاسف احنا رايحين في اتجاه كارثه. لا رايحين ايه، احنا ما بقاش فينا حيل نروح، الكارثه نفسها نصعب عليها وهتجيلنا اهي. دوله الرعب اللي بتسيطر وبتراقب كل الناس وبتسمع كل حرف بيقولوه وبتحاسبهم عليه، لدرجه انها بتطلع اللي بيهتف لابوتريكا من بين الاف المتفرجين في الاستاد وتقبض عليه، وبتخفي قسريا كل يوم عشرات الشباب لمجرد ان هم عدوا بس جنب الحريه بكلمه ولا بوست ولا مقاله. ودوله الكذب اللي بتحتفل بانجازات ما بتحصلش، وبتحتفي بمشروعات ما بتكسبش، وبتسمي الفقر اصلاح اقتصادي والجوع ثمار تنمية. دولة الرعب والكذب اللي بنعيشهم في مصر دلوقتي على ايد السيسي هم نفسهم دولة الاخ الكبير في رواية جورج اورويل الخالدة 1984، بس على اسوأ والعن بكتير، لانها بتحصل كل يوم على ارض الواقع مش مكتوب على الورق. بس الحمد لله ان بالرغم من كل ده معنا اليوم حدوتة، ويطلع خبر ان الحكومة هتعمل منظومة عيش جديدة هتغرق البلد رغيفة سخنة ومفيش نفر هيجوع، وبيقولوا ان المنظومة بتاعت العيش الجديدة دي اتطبقت في كفر ابو موسى عشان تتجرب، والناس بتجيلنا من هناك تحكي وتتحاكى على العيش الجديد ابو خمسه ساغ، واحنا قاعدين متنحين والفرحه مش سايعانا. ايه اللي يقول الرغيف الجديد ياكل عيله بحالها شهر ويزيد، واحنا نقول شهر يا ولا، وهو يقول هم ولاد ابو موسى هيكذبوا عليكم يعني، ونفر تاني يقول لك قال ايه واحد كل مراته بسبب الرغيف الجديد، كلها ازاي يالا، قال لك المره كانت
كانت بردانه شويه والبطاطين كانت وسخه مش لاقي حاجه تتغطى بيها، ام اتغطت برغيف وكلفتت نفسها فيه. والرغيف غطاها يا ولا؟ قال لك من ساسها لراسها بالحج. ام جوزها يرجع يشوف الرغيف يفتكره سندوتش شاورما ويقوم واكله وما يعرفش ان مراته جوه. معقول يا ولا؟ لو احنا هنكدب عليكم برضه. ونفر ثالث يقول لك بس برضك يا جماعه الحلو ما يكملش. ليه يا جدع؟ قال لك الرغيف كبير وما بعرفش ادخله من باب الثلاجه، كل ما اجي احطه ما يدخلش، ولما اسيبه بره بيبوظ ويعفن. وما ندرى الا والحج شباره بيمرجح ايده وينزل على قفا الواد ويقول له لو جيت تحطه تاني وما دخلش ابقى اتنيه جعره يا ابو سره معلمه في الارض منك ليه. وعيال كفر ابو موسى يقوموا يجروا واحنا نقول له ليه كده يا حاج شبار؟ قوم يقرب مننا ويقول بحس واطي ما ينفعش الكلام ده يتقال كده وسط الناس، الا الاخوان الكفر يروحوا يفجروا الرده ولا يحطوا قنبله في قلب الرغيف ولا حاجه. وكلنا نامن على كلام الحاج شباره ونكفي على الخبر ماجور ونقعد نستنى دورنا لما يجي وتطبق عندنا منظومه العيش ونتنغنغ ونتهنى وما نعرفش الجوع تاني. ونشوفكم على خير ان شاء الله.